بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نبدأ درس 4.2. طبعا درس سهل جدا وقصير. طيب في هذه الشريحة يتكلم لي عن الديترمينيتور للمصفوفة 2 في 2 اللي هي السكوير. طيب كيف أوجد الديترمينيتور؟ طبعا عندي قطر رئيسي وقطر فرعي، كيف أميز؟ أو عفوا خلني أعلمكم القطر الرئيسي. طبعا هذا القطر الرئيسي بهذا الشكل، أبدأ القطر الفرعي هذا هو البي في السي. طيب كيف أميز أي هو القطر الرئيسي وأي هو القطر الفرعي؟ طبعا إحنا نتعلم الرياضيات باللغة الإنجليزية صح، فمستحيل راح أبدأ وراح أقول هذا هو قطر رئيسي. قطر رئيسي راح يبدأ معاي باليسار، A في D ماينس B في C. طبعا هنا عندي ملاحظة يقول لي إن الديترمينيتور any real number positive or negative or حتى zero. طيب هنا طالب مني الديترمينيتور، فضرب الواحد في السالب واحد ماينس، طبعا احطهم في اقواس عشان ما اتبهدل بالاشارة، 3 في 2 وطلع معاي الناتج ماينس 7. طيب بالنسبة الى البي، طبعا عندي عشان اوجد الديترمينيتور لازم احط المصفوفة على هذا الشكل اللي هي زي القيمة المطلقة، هذه علامات الديترمينيتور. طيب يعني أول خطوة إني أحولها إلى محددة، هذه اسمها محددة، بعدها أوجد الديترمينيتور. طيب هنا أوجد القطر الرئيسي 1 في 0، وهنا القطر الفرعي 2 على 3 في سالب 3 أوجده إلى 2، وهنا نفس الطريقة. بغض النظر عن إذا كان يوجد X ما يوجد X، هي الطريقة واحدة. هنا طبعا انحذفت ال X فبقى معاي الواحد. طيب في التراي أند تشيك أوجد القطر الرئيسي -1 ضرب -4، حطهم في قوسين. طبعا أوجد المحددة -1 2 2 -4. طيب بعدها راح أطرح القطر الفرعي 2 ضرب 2، أوجد كل واحد على حدة، سالب في سالب موجب، 1 في 4 4، ماينس 2 ضرب 2 هي 4 مع الماينس 4، موجب وسالب 4 فهي. إلى فقرة دي أوجد القطر، أو عفوا قبل القطر الرئيسي أوجد المحددة، 3 2 على 3 -3 و1، بعدها أوجد القطر الرئيسي 3 في 1 بين قوسين ناقص بين قوسين 2 على 3 مضروب في -3. طيب 3 في 1 هي 3 ماينس 2 ضرب -3 هي -6، -6 على 3 هي -6 على 3 بمعناها -2، -2 بما معناه تنقلب معاي موجب يطلع لي الناتج 5. هنا نفس الطريقة أضرب القطر الرئيسي في القطر الفرعي، وقبلها أوجد المحدد x1 x1 زائد x. طيب هنا يقول لي كيف أوجد الديترمينيتور لأي ماتريكس n في n، 2 في 2، 3 في 3، 6 في 6، ألا وهو n في n بشرط أنهم سكوير. طيب طبعا راح أتعرف الحين على الماينر والكوفاكتور. طيب هنا يقول لي الإلمنت 1 1 A11، كيف أوجد A11؟ طبعا الون الأولى تمثل لي الصف، الون الثانية تمثل لي العمود. طيب 1 1 بما معناها هي -1. طيب كيف أوجد الماينور إلى 1 1؟ طيب هنا معلمني طريقة، مش أنا قلت إن 1 1 هي -1؟ طيب أوجد -1 1، أحذف العمود والصف تبع هذا الماينور. طيب بعدها تبقى لي المحددة إلى بقية الأعداد 1 0 -2 و 3، بعدها أوجد ال determinator. طيب أوجد القطر الرئيسي 3
ماينس القطر الفرعي 0 ألا وهو 3. طيب الكو فاكتور هو غالبا يقلب الإشارات السالبة إلى موجب. طيب أو خليني أعلمكم على طريقة. طبعا أنا عندي هنا 3 في 3 صح؟ 1 2 3 1 2 3 1 2 3. الإشارات الدائمة راح تكون معاي موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب. أبدأ بالموجب وأكمل سالب موجب وهكذا. طيب فهنا طلعت معاي بالموجب. طيب هنا بالنسبة إلى هذا المثال طالب مني A 3 2. طيب A 1 3 1 2 3 بما معناها هذا الصف. طيب أي عمود 1 2 بما معناها هي minus 2. طيب هنا طالب مني الماينر. طيب احنا ايش قلنا الماينر؟ ان العمود الصف تبع هذا العدد والعمود. طيب بقت لي المحددة للأعداد الباقية minus 2 minus 1 و 2 و 4 و 0. أوجدت الديترمينيتر القطر الرئيسي 0 minus القطر الفرعي 8 ألا وهي minus 8. طيب هنا كيف أوجد الكو فاكتور؟ طيب الكو فاكتور يقول لي أبا الماينر تبعي ألا وهي minus 8 راح أضربها في إشارة العدد اللي أنا اخترته. طيب مش أنا اخترت هذا العدد؟ مش إحنا قلنا إن هذه الإشارات موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب؟ مش إحنا عددنا هنا عددنا بالسالب، فراح أضربه في الماينس 1 طلعت معاي بالموجب 8. هنا مكرر لي إياها بالنسبة إذا كانت 3 في 3، هنا إذا كانت 4 في 4. هنا بكرر لي الكلام. هنا يقول لي كيف أوجد الديترمينيتر لـ 3 في 3. هنا عاطيني طريقة بالنسبة للإشارات شخصيا ما أفضلها. بنفس الطريقة أقدر أطلع الديترمينيتر بالسيريوس رول. كيف؟ أنا الحين أعلمكم. طيب عندي هنا مش عندي هنا 3 في 3. طيب أمسك العمود الأول والعمود الثاني أكرر 1 4 7 2 5 8. طيب كيف أوجد القطر الرئيسي؟ أبدأ هكذا 1 2 3. طيب أضرب هنا ضرب وهنا بين كل واحد والثاني جنب. طيب كيف؟ 1 ضرب 5 5 5 ضرب 9 ألا وهي 45 زائد 2 في 6 في 7. 2 في 6 12، 12 في 7 هذه 12 و7، 7 في 2 14، 7 في 1 7 وهذه 84. طيب زائد 84. طيب هنا 3 في 4 12، 12 في 8 راح أزيد هنا 12، 96 زائد 96. هنا طلعت القطر الرئيسي. طيب كيف أطلع القطر الفرعي؟ أرجع أعيد الأول صفين، عفوا أول عمودين 4 5 7 8. مش إحنا قلنا هنا ماينس القطر الفرعي؟ طيب نفس الطريقة بالقطر الفرعي 1 2 3. 7 في 5 35، 35 في 3 35 في 3 3 في 5 15، 1 3 في 3 9، 1 10. هنا 105 زائد 8 في 6 48 في 1 48 زائد 9 في 4 32، 36 في 2 36 في 2 2 في 6 12 2 في 3 6 1 7. هنا مجرد أجمع. طيب هنا ضربهم إلي زي ما احنا قلنا 1 في 5 في 9 زائد 2 في 6 في 7 زائد 3 في 4 في 8 ناقص 3 في 5 في 7 زائد 1 في 6 في 8 زائد 2 في 4 في 9.
طلع معاي الناتج زيرو. طبعا هذا اختصار الديترمينيتر. الديترمينيتر يسموها ديت اي، الا وهي المصفوفة. طبعا هي نفسها لو طبقت على هذا التراي اند تشيك وهذا المثال هي نفس الناتج هنا، لكن اعطيني طريقتين. طيب بالنسبة الى التراي اند تشيك هنا يقول use serious rule طيب to find determinator. طيب اعيد 1 2 3 2 7 8 بعدها اوجد القطر الرئيسي ضرب ضرب ضرب، اوجد 1 ضرب 2 ضرب 9 طيب زائد 2 في 1 في 7 2 في 1 في 7 زائد 3 في 3 في 8 3 ضرب 3 ضرب 8 ناقص، طبعا هذا كله داخل قوس 1، هنا برضو داخل قوس 1. هنا أوجد القطر الفرعي، أعيد 1 2 3 2 7 8 القطر الفرعي قلنا من جهة اليمين 1 2 3. طيب 3 ضرب 2 ضرب 7 زائد 1 ضرب 1 ضرب 8 بين قوسين زائد بين قوسين 2 في 3 في 9. هنا مجرد بالآلة الحاسبة يطلع معي الناتج. هنا في مثال 4 يقول لي لو كان عندي مصفوفة كبيرة يعني 4 في 4 أقدر أطبق إني أطلع مثلا، إحنا مش قلنا لما كانت 3 في 3 طلعنا عمودين، هنا لما 4 في 4 راح أطلع 3 أعمدة. أقدر أكرر الأعمدة 2 سالب 5 و7 0 و5 وسالب 3 0 و9 وسالب 5 وأرجع أقول القطر الرئيسي، عفوا مش هذا الرئيسي، القطر الرئيسي و و و. ولكن هنا يقول لي عندي طريقة سهلة، مجرد أني أشوف الأصفار هذه سواء في صف سواء في عمود أروح أوجد الطريقة اللي اخترناها من شوي اللي هي هنا اللي أحذف الصف والعمود الماينر عشان أوجد المحددة. طيب هنا يقول لي إذا كانت كبيرة تقدري تستخدميها، خصوصا إذا كان عندي أصفار هم أقدر أستخدمها. طيب فأنا راح أستخدم بالنسبة إلى A11 طيب راح أخذ الاثنين، يقول لي خذي بس العدد الموجود، مثلا لو كانت هنا 2 0 0 0 أقول 2 من هذا الصف فقط. طيب هنا يقول لي من هذا العمود خذي لي بس الاثنين وحذفي لي الصف والعمود، يبقى المحددة 5 سالب 3 1 سالب 7 3 سالب 7 9 سالب 5 و5. طيب هنا مش هنا سهل علي، هنا تبقى الاثنين فراح توجدي القطر الرئيسي، راح أطلع عمودين 5 سالب 3 سالب 7 و3 9 وسالب 5 راح أوجد القطر الرئيسي من ثم القطر الفرعي. هنا أوجد القطر الرئيسي هي -0 قطر عفوا أوجد لي الديترمينيتر ككل هو 8 ومن قبل أنا عندي 2 فهي 16. طيب هنا بالنسبة للتراي اند تشيك مش أنا بختار صف وعمود راح أحذفهم، طيب وش أختار هنا؟ عندي هنا 0 0 0 ليش ما أختار الواحد وأحذف البقية؟ أختار مثلا الواحد وأضربه في المحددة أكتب اللي يبقى معاي 5 7 3 سالب 7 3 7 9 0 0 راح أوجد القطر الرئيسي ثم القطر الفرعي وراح أضربهم في 1 ويطلع معاي الناتج. هنا مجرد تلخيص بالنسبة للديترمينيتر، إذا كانت 2 في 2 إذا كانت 3 في 3